يسعد مساك مشاهدينا من جديد. ما بين الإبداع والجنون شعرة، وبين السلام والراحة أناقة. كيف استنتجنا هذا الشيء؟ هذا اللي راح نعرفه مع مصممة الأزياء السعودية إيمان العجلان. يعطيك العافية إيمان. الله يعافيك. نورتي برنامج سيدتي. الله يحييك يا رب. أول شيء، كيف ابتديتي في تصميم الأزياء والجنون مثل ما يقولون؟ يعني هو مو بجنون تقريبا. يسمونه البعض يعني، لأن في أزياء عفوا صارت غريبة. ممكن يصير في أفكار جنونية شوي. بدايتي كبداية أي يعني مشروع كيف يكبر مرة كان بسيط جدا. كانت بدايتي جدا بسيطة، كنت أحب أخيط الفساتين أنا، كنت أسوي أشياء بيدي، كنت أخيط أشياء خاصة فيني لحد ما أنا نميتها بنفسي الحمد لله. بنفسك كنت تخيطينها؟ أي كنت أنا أخيطها، كنت في مرحلة متوسطة كنت أخيط لنفسي فساتين. ما شاء الله، يعني ابتديتي من مرحلة متوسطة يعني. أيوة تمام. طيب هل هي يعني نصنفها أنها موهبة ولا درستيها بعد كذا؟ لا أنا ما درستها. ما درستيها؟ لأن كان على تقريبا ما دخل تصميم الأزياء في الجامعة إلا 3 سنوات أو 4 سنوات، فكان نعم. وقتها أنا ما في مجال في الجامعات تصميم أزياء، فكانت موهبة هي نعم. يعني. متى ابتديتي تصممين أزياء خاصة فيك أنت أو كولكشن خاص فيك أنت؟ منذ 10 سنوات. ما شاء الله، 10 سنوات ابتديتي فعليا بهذا المجال. إطلاق يعني. أول مجموعة. نعم. إيش ذكرياتك مع أول مجموعة؟ من وين استوحتيها؟ من وين استنتجتيها؟ يا الله، عاد 10 سنوات كانت يعني تعرفين ما تروح أكيد من الذكرى مهما كانت. تصير فيها شوي أفلام، تصير فيها يعني حركات إذا شفتها الحين أقول يو إيش يعني. كان صدق يعني كل سنة يطلع وتتطور الأفكار ويطلع الأفكار الجديدة وتتطور الموضة. يعني لو ترجعين قبل 10 سنوات تشوفينها الآن تقولين مستحيل ألبس هذا. فالشيء يتطور يعني مع الوقت. صحيح. تميزتي في أزيائك على حسب ما شفنا يعني من الصور اللي أرسلتيها أنها أغلبها مثلا مسترة مثل ما يقولون، صدر مو طالع، اليد مو طالعة مثلا نوعا ما. يعني هل هو طلب الزباين دائما اللي يجيكي أن تكون مسترة، ولا أنت اخترقتي نوع خاص فيكي؟ أنا كمصممة سعودية عندنا تقاليد وعادات سعودية. أنا حسيت أنه في إقبال أكثر على الفساتين اللي هي تمثل الفتاة السعودية، فالحمد لله يعني كان عليها إقبال أكثر. وأنا أشوف دائما الرقي والفخامة بالفساتين اللي فيها يعني ما تكون متكشفة بزيادة، يعني يكون شوي ساترة، مو شرط أنها تكون جدا ساترة، ولكن أنا أشوفها أنها أولا تمثل البنت السعودية، ثانيا أنها تعطي رقي وفخامة. طيب شكل مثلا لما تجيكي مثلا واحدة تطلب منك زي معين أو تصميم معين، إيش تعتمدين عليه والمقاييس اللي تأخذينها؟ مثلا لونها، شكل جسمها، إيش بالضبط الأشياء أنا اللي تراعينها؟ أنا لازم أشوف جسمها طبعا، حتى لو كانت جايتني لابسة عباية أقول أفسخي عبايتك أشوف جسمك، لأني أنا أقيم الفستان على الجسم. فممكن أعطيها فستان ما يناسب جسمها، بكرة يقولون والله تصميم إيمان ما ناسبك. فأنا عندي هذا أهم نقطة، اني اشوف جسم العميله قبل اني اعطيها الفستان المناسب لها، على اساس انه تكون لابسه القطعه وهي مبسوطه مني، والناس يشوفونها يقولون صح يعني لبستي حاجه يعني عرفت جسمك، عرفتي وايش تلبسين. حتى الزبونه تقعد قدام 10 سنوات تعرف وش تلبس نفسها. طيب الممتلئه ولا دبدوبه على قولتنا لها تصاميم خاصة فيها طبعا، والنحيفة لها تصاميم خاصة فيها. تخصص الدبدوبات هذولي بس أنا مرة تكلمت في سناب شات عن الدبدوبات وجاني أسبوع فل كله يزينهم. بس إنه التعامل معهم أو كيف الاختيار نفسه يكون؟ والله لازم يعني أشوف جسمها وأشوف المناطق اللي تحتاج إنه نخفيها بالفستان، لأنه مو كل فستان يناسبها. وأنا دائما يعني أتكلم للبنات اللي أجسامهم زي كذا أقول يعني لا تحرمين نفسك الذهاب إلى المناسبات، أطلقي العنان، البسي بعضهم يستحي، البسي درجة تطلع من البيت أو شيء. أيوة كثير تجيني أسئلة بخصوص هذا الشيء، تقول أنا أستحي أنا ما أحضر مناسبة، ليش؟ طيب تقدرين أنت، بس يبيلك شوي بس تفكرين أو تروحين أحد يفهم جسمك وخلاص راح تجلسين طول العمر أنت تعرفين وش تلبسين، بس تحتاجين أحد يفهمك إيش يناسب جسمك. طب إيش اللي يناسب الفتاة الممتلئة؟ يعني مثلا أكيد من مشاهداتنا في النحيفة وفي الممتلئة، الفتاة يعني الممتلئة أنا دائما خلينا في الممتلئة أول. هي يختلف الامتلاء، في امتلاء من الأعلى في امتلاء من الأسفل. الامتلاء من أعلى دائما أقول القصات اللي على شكل 7
تعطي الاكتاف صغر اكثر. القصات اذا امتلاء من تحت تكون القصات وسيعه اساس ما تبين الامتلاء اللي من تحت. يعني بالعاده المعروف انه دائما القصات الوسيعه للممتلئه تسمنها. لا، اذا صارت وسيعه بشكل مستقيم وهي يعني عندها منطقه في زوائد يعني اذا لبست الفستان ماسك على الجسم راح يبين العيوب الجسم. ولكن اذا صار الجسم متناسق، الكتف والورك يعني متناسقين، عادي يكون الفستان ماسك على الجسم. ولكن اذا كان في عيوب تحت لازم نخفيه بقصه وسيعه نازله على الجسم بحيث انه ما يبان ايش جسمها جوا يعني. طب هذا بالنسبة للممتلئة، كمان النحيفات ما نبغى نزعلهم. النحيفات إيه والله، النحيفات دائما يعني إذا صارت نحيفة بقوة لازم الفستان القصة الوسيعة مرة مع الجيبون والأشياء هذه اللي تعطي حجم. إذا كانت والله نفسي فستان ضيق ممكن نسوي لها فستان ضيق ونحط لها موديل على الخصر في يعني أشياء تعطي حجم للجسم. طيب أكثر خامات اعتمدتي عليها في تصاميمك؟ مثلا في الصيف أكيد في خامات معي تعتمدينها، الحين فصل الشتاء إيش تعتمدين التصاميم اللي تاخذينها؟ فصل الشتاء أنا فساتيني ساخرة فما أعتمد كثير على الشتاء. الشتاء إذا أنا سويت 3-4 قطع فقط يعني، ولكن أنا السهرة تعرفين إحنا قاعات مغلقة فما في شيء يعني شتوي شديد إنه نصمم فساتين شتوية. أنا أغلب الأقمشة أجيبها من إيطاليا من فرنسا. آخر أقمشة الحمد لله سجلتها باسمي، طلع نفس اللوجو حقي طبعا. ما شاء الله يعني طلعت لك ماركة خاصة فيك. أيوة. بالنسبة للأقمشة. أيوة في إيطاليا، فالحمد لله يعني إن شاء الله راح يكون إطلاق هذه الماركة إن شاء الله بداية السنة الجديدة بإذن الله. بإذن الله تكون فال خير عليك إن شاء الله وفال خير معنا في سيدتي بعد بإذن الله. الله يسعدك. طيب إيش الألوان الدارجة حاليا بالنسبة لتصاميم الأزياء؟ تصاميم الأزياء يعني إحنا نقول دارج، ولكن أنا ما أحب الدارج. أنا أحب أميز زبونتي إنه ما تلبس حاجة دارجة في المناسبة لأن كل الناس راح يلبسونها. فإذا نتكلم عن الدارج الآن الألوان الشتاء الغامقة والأشياء هذه، ولكن أنا ما أعتمد على الألوان الدارجة أبداً. طب أنت كإيمان إيش تستخدمين؟ إيش أفضل لون تفضلينه في تصاميمك الفساتين؟ الأوف وايت. أقدر هذا اللون. نعم. قلتي لي أنك تصممين قبل الهوى طبعاً، ذكرتي لي أنك صممتي فساتين أعراس. أيوه. الزواج. إيش كانت تفاصيل فساتين الأعراس اللي تسوينها أو تصمميها؟ بما انك تتميزين بالغرابه نوعا ما يعني مثل ما قلت. اغلبها تصاميمها اغلب التصاميم الاعراس اقمشات اجيبها من برا. تكون العروسه لحالها تلبس هذه القطعه. قطعه واحده متميزه يعني مو مثل احد. في قصات مميزه في نفس الخامه تحسين فيها غرابه يعني مو تلبس فستان ممكن تلقاه يعني في اي مول او اي مكان. في تميز يعني بنفس القماش بنفس الشك وهذه الاشياء اللي تميز. وان شاء الله عندنا بكره ان شاء الله عرض العرايس مره ان شاء الله قوي باذن الله. باذن الله ان شاء الله. طيب يعني اماني ايمان عفوا، اكيد لك طموح مستقبلي كمصممه ازياء، ايش تقدري تقولي طموحك المستقبلي؟ يعني طموحي ما له حد. ما له حد، لكن ان شاء الله طموحي في هذا يعني المجال خاصه. طموحي في مجال هذا بالذات ان شاء الله ابي يعني اتوسع تقريبا تقولين ابي اكون عالميه، ابي اوصل ان شاء الله انا يعني تقريبا ايطاليا خلاص يعني تعرفت عليهم وعرفونا، وان شاء الله قريبا بنفتح باريس ودول الخليج تقريبا يعني لي فروع فيها في دبي والبحرين ما شاء الله. لكن حابه يعني يكون في فاشن في اوروبا، فاشن في امريكا، يعني حابه اتوسع بكثير باذن الله يعني. راح نقول انك حطيتي رجلك على اول الطريق بانك ابدعتي او اخترعتي ماركه خاصه فيك. هذا يعطيك الله. العافيه ايمان، نورتينا في برنامج سيدتي. الله يسلمك يا رب. مشاهدينا فقرات سعيدتي مستمرة ولكن بعد الفاصل. في سيدتي بعد الفاصل، إدمان التعامل مع الأجهزة الذكية هل هو السبب خلف شيوع آلام الرقبة؟ أنت متفوقة معها.
طموحة معها. أنت السعيدة معها. الرابحة معها. معها أنت الشابة الدائمة. سيدتي، سيدة المجلات العربية.